الاخبار؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا حبيب لهم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر شهدنا بالعميان استهداف قوات النظام على جبهه اليادود. الله اكبر والعزه لله. هذه اندرا جبهه جنوبيه. الله اكبر الله اكبر. طبعا بالغوطة الشرقية وبسبب الحصار الشديد من حوالي سنتين ونص عم نعاني من حالات سوء تغذية. هذا اليوم وثقنا حوالي 60 حالة سوء تغذية في هذا المركز وتم توزيع الحليب عليهم. طبعا رأينا وجود كثير من الحالات سوء التغذية تتراوح من حالات شديدة جدا إلى حالات متوسطة، بالإضافة إلى حالات نقص الفيتامينات وحالات الكساح وتأخر
المشي عند الأطفال، وعند اجتماع عوامل سوء التغذية ونقص المناعة ونقص اللقاحات، هذا ينتج عنه الكثير من الأمراض المعندة على العلاج. وزن 2 و400 جرام. اشتغل بالفعل حتى اعمل له طاسه حليب، اما اشتغل طول نهار علبه الحليب ب 2000 ليره عم يبيعونا اياها، واحيانا ما عم نحسن نقدم له، عم بروح على مشوار من هون على سابع حمور يا طول نهار ما بحسن، احيانا بشتغل بالفعل وبجيب له حليب.